ستعرف الجولة 29 من الرابطة المحترفة الثانية موبيليس قمة ملتهبة بين أصحاب المقدمة، كالتي ستجمع صاحبي المركزين الثاني والثالث جمعية عين مليلة وشباب أهل البرج. اللقاء سيكون مصيري لتحديد هوية الفريق الذي سيرافق بنسبة كبيرة الصاعد رسميا لحظرة النخبة فريق مولودية بجاية. هذا الأخير سيتنقل لسكيكدا لمواجهة الشبيبة المحلية وعينه الحفاظ على كرسي الريادة، فيما ستكون الشبيبة البجاوية التي تملك في رصيدها 49 نقطة في المركز الرابع وعلى بعد نقطة عن صاحب المركز الثالث ونقطتين عن الثاني أمام فرصة ذهبية للحاق بركب المقدمة والمحاربة لأجل لعب ورقة الصعود التي لا تزال تحتفظ ببطاقتين لم تحسم بعد. أما في مؤخرة الترتيب يلعب شباب باتنا مصيره بالكامل عند استقباله لمولودية العلمة. نفس الوضعية سيعيشها كل من وداد تلمسان الذي سيواجه شباب عين الفكرون الذي غادر القسم الثاني، وأمل بوسعادة الذي سيتنقل لشلف لمواجهة الجمعية المحلية، وعليه ستكون اللقاءات كاملة على الشكل التالي.